اليوم بتبس مشاهدينا عم نعمل شيء كثير مهضوم امبارح اذا تبعتوني، اشتغلنا بدو الليب، عملنا ريسايكلينج، وبحب اذكر انه اليوم العالمي للبيئه، فبليز قد ما فيكم جربوا تساهموا بالمحافظه على بيئتنا الحلوه والخضراء اللي باقي منها اخضر. اليوم كمان عم نشتغل بدو الليب، انا قاعده على مثل تابوري، اوكي تابوري معموله من دولاب ولكن زرعين بقلبها غازون، فكيف ما بتقعدوا على الغازون على الارض نفس الشيء الفكره انه نزرع بقلب الدولاب هالغازون وبصير ستول بنحطه على البلكون بالجنينه بيحمل دعك. ليه بيحمل دعك؟ لانه اولا هالغازون نحن زارينه هو نوع البافلو، اولا بيحمل دعك، بيحمل ضغط، فيكم حتى تتحركوا عليه، يعني اذا في اولاد عم بينطوا عم بيقعدوا ويقوموا عنه بيحمل دعك، بضلوا عايش. والحلو فيه كمان انه بمد بسهوله، فحتى لو زارعين شقفه صغيره انتو ايفنشولي مع الوقت رح يمد ويعبي الفراغ كله. واكيد مثل حياة الغازون اكيد بحاجه لسقايه، فمن وقت لوقت بنسقي، بس اكيد اذا عندكم متوقعين انه ناس يجوا لعندكم ويستعملوه كتابوري جربوا انه تسقوه الليله اللي قبلها مش بنفس النهار حتى ما يكون رطب. رح نعمل هالتابوري انا وياكم سوا، رح ناخذ دولاب، انا رجعت عم بستعمل الدولاب اللي استعملته امبارح بالتب، اذا بتتذكروا دهنته ابيض، ما دهنته كله هلا بخلصه، علقناه على الحيط، كان هيدا الدولاب. علقناه على الحيط وزرعنا بقلبه بلانت مدندله كان فيها بيربل فلاورز كثير مهضومه، فبنفس الدولاب رح اشتغل اليوم. اول شيء اكيد لما نكون عم نزرع بده يكون من تحت مسكر، نحن دولابنا مفتوح، فبدنا نعزل الكعب، كعب الدولاب بماتيريال هو الجيوتكستايل يلي هو هيدا النايلون، اوكي، وهيدا الماتير كمان بايوديجريدبل، فاذا هيدي انحطت انزتت بالطبيعه، اوكي، ات جيتس ديجريدد. رح ناخذ شقفه تا نعزل البارتي، رح اشتغل هيدي كانه القفا، البارتي البرانيه من الكعب وشقفة من ميلة جوا. خلينا نبلش بميلة جوا، بس تقريبا ناخد يس، اوكي فمنجيب الجيوتكستايل، اذا قلنا هيدا القفا رح نحطه من ميل الجوا، رح صغرها شوي، اوكي هلا و ما بعرف اذا مبين معكم، فيك تقرب شوي رزق، اوكي من جوا سكرناها كلها. هلا بالكبيسه رح نكبس على الحرف الكاوتشوك من ميل التحت، اوكي توتو تور، حتى نثبت الماتيريال. هلا كتير هينة عم نكبس الجيوتكستايل على الكاوتشوك، طرف الكاوتشوك تبع الدولاب، فوالا اوكي. هلا رح نزيد بعد شقفة هيدي ميلة جوا من ميلة برا، لأنه وحدة ما بتكفي إنه تحمل التراب، تقريبا هيدا هو القياس.
كمان بنرجع بنثبت من ميلت برا. فوالا اوكي. هلا رح نقص الباقي لانه ما بدنا اياه يبين. كاتيا عم بتسخن شيء بالمايكرويف داخل. It's very easy, environmental friendly. بنكون عم نعمل ريسايكلينج و وير ريوزينج هالدولاب اللي عنا اياه. فهون بتشوفوا صار من تحت مغلف بهالماتيريال كمان بايودجريدبل ومن ميلة جوا كمان. ففي شقفتين. اوكي. هلا صار جاهز انه نحط التراب بقلبه. كيس التراب كبير فما رح طلع لفوق. منعبي واكيد هول التراب والجازون بتكون جبون من حيلا مشتل او محل زهور. نحن جايبين اغراضنا من عند فلور ادونيس، بدي اقول لهم ثانك يو. وافضل تختاروا جازون بيحمل دعك مثل البفلو، هيك بصير يضاين اكثر معكم، خاصة انه هيدي السور رح نستعملها تنقعد عليها مش بس كمنظر. هون في كمان عندنا شوية تراب رح نزيدهم. شو رح اعبي بهيدا؟ بدنا نعبي تراب للوجه لانه الجازون هلا بتشوفوها شقفة الجازون منا كثير سميكة. بعد شوي اوكي هلا فوالا. هلا رح نجيب الجازون تبعيتنا. مثل ما شايفين هون قدامكم لما تشتروا الجازون فيكم تشتروها مربعه لانه هن بيجوا رولويات، ولكن انتم بترجعوا تاخذوا قياس الدائره تبع الدولاب لانه اكيد الدوليب في كذا قياس، وبتجربوا قد ما فيكم تعملوا لها تريمينج اوكي تا تطلع تصير بحجم الدائره تبعت الدولاب. ونرجع من قعدة. على التراب. اوكي. اكيد ما تنسوا انه بدنا نسقي
الكازون. أنا رح كفي شوي بتلوين الدولاب، حبيت أعمله أبيض هيدا يكون مختلف عن التاني يلي دجا نحنا مخلصينه. هون البنتوج لاتكس عم نستعمل، اوكي، بيحمل المي فهيدي حتى كمان اذا اجى مي او شتي ما في مشكله. مثل ما قلت امبارح انه لما ندهن الدولاب ابيض او حيلا لون مش ضروري نعبي كل المساحة. إذا بتشوفوا هون هلا على الهول الريدجز تبعون الدولاب، حلو إنه يضل فيه أسود من تحت يبين كأنه مستعمل. How cute is that؟ أنا كتير حبيت هالفكرة، وعم تتصوروا إنه لما يكون في كذا وحدة ما بعرف إذا حدا رح يقدر يساعدني نحملها هيدي سوا. في حدا من الشباب؟ رح نشيل هيدا على جنب. ما في حدا، كله مشغولين. طب خلص 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 سي باغاف، بنخليها هون. فرجيني أنا فيني أحملها؟ فينا نحملها والله. لا صفا صفا صفا. اوكي. فوالا. اكيد ما رح نقعد عليها هلا لانه البنتور بعده رطب، بس عم تتصوروا اذا في كذا وحده بالجنينه او على البلكون بيطلعوا كثير مهضومين. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالفكره. رح ناخذ بريك ومنكفي سوا.